ودخلوا لكم الصحة والعافية. بالنسبة لخوت اليوم الغد ما كنتش كنظن أن الغد غادي يكون الكانتي غيكون وقيلة أنيلي وقيلة في المغرب، ولكن ملي سولت قالك غدا كاين اللعب، وليد الإخوان غادي نهضروا إن شاء الله على الكانتي ديال غدا. الكانتي ديال غدا الإخوان تقريبا فيه تنظن فيه 1300 ديال لا ديستونس، وغدا تروازو، غدا تروازو، وغدا ريفيرونس 19، وغدا 1300 غازون كور دا دروا نوفيل بيست، نوفيل بيست الإخوان. المهم هذه هي لونغاجمون ديال غدا الإخوان. فكرة اللي غنعطيكم، ركزوا على لي بتي نيميرو وفقط نمرة كبيرة أو لجوج هي اللي ممكن يجيو، ولي بتي نيميرو غيكونوا تقريبا غيكونوا ثلاثة ديال الخيول أو الأربعة ديال الخيول في لي بتي نيميرو. وفي لاكورت صغيرة ركزوا على لاكورت صغيرة غدا، ما يهمش العود يكون غادي اوتسايدر او لا، المهم كوردة صغيرة غتلعب دور. الكوردة الكبيرة غتكون محصورة فقط على جوج ديال الخيول الاخوان، جوج ديال الخيول الكوردة الكبيرة هو المهم غادي نوصلوا اليوم الاخوان. المهم الاخوان اول عود الاخوان غادي نهضروا عليه، جوج ديال الخيول واحد فيهم خصو يجي، واحد فيهم خصو يجي، اما الكات اما السات، هادو هما العنوان ديال القطعة. إيفيريست الخيول ديال أندري فابر، مدرب معروف، أحسن مدرب حاليا تقريبا في المركز الأول في فرنسا، هاد لونترينور هذا أندري فابر. ممكن يحصل على مرتبة من ثلاثة الأولين، والمنافس ديالو هو العود الإنجليزي، ركب عليه ماكسيم جيو. الخيول ديال لونترينور ديال مونفور، ممكن هاد السبعة تنظن أن غيجي فيهم واحد، تنظن أن واحد النسبة ديال 90% غيجي فيهم فقط واحد، إما السات روستر العود الإنجليزي، إما الكات إيفيريست العود الفرنسي ديال أندري فار. العود الإخوان الثالث اللي غادي يكون حاضر حتى هو، هو الرقم 10 بيسورنو. الخيول ديال بيوتوليني، هاد لونترينور اللي هو ايطالي، ركب عليه باشيلو، حتى هو عنده فيتو الوحيد اللي عنده 1300 في اللونشو في تيران كولون، كان حقق تروازيان بلاس مع كاتيجوري قوية. الخيول اللي كانوا ربحوه مول بروميير بلاس ومول دوزيام بلاس، مول بروميير بلاس مشى ل 80 مليون ومشى مشى طلع الكاتيجوري العالية، ولكن هاد العشرة رجع دخل الكانتي. ممكن هاد العشرة هو اللي يقدر يحصل على لي تروا برومي، بالرغم انه في الكور 11 ممكن غيكون حاضر غدا في الكانتي ان شاء الله. هما هادو دابا قلنا الكات او السات، واحد فيهم خصو يطلع ويجي معاه العشرة. الخيول اللي بقاو لينا تبقى لنا الدوه والتروا، دوه التروا جوج ديال لي فيميل خاصها تجي فيهم وحدة، اوبليغاتوار خاصها تطلع وحدة من لي فيميل، ويتزاد معاهم اما الكات اما السات، تا الكات تا هو فيميل والسات هونغر والديس مال. يعني الدوه التروا خصو يجي فيهم واحد ضروري، الدوه او التروا، اما الخيول ديال بيوتوليني اللي هو عنده جوج ديال الخيول، عنده جوج ولا العشرة، او الخيول ديال عفوا ديال كارلوس يان لارنر، يقدر يكون التروا يقدر يكون الدوه، حيت 58 كيلو غيطلعوا فيها واحد اوبليغاتوار، ممكن يكون التروا. الخيول اللي بقات لينا الاخوان الخمسة، برازيل بوي ديال الخيول ديال هنري أليكس بانتال، حتى هو غادي يكون حاضر غدا، عود جرف الليستيد، عود خسر مع الويت في سان كلود، عطاوه الكوردة صغيرة كوردة سعود. ممكن هاد الخمسة ينتقم من رقم 8،
هاد الخمسة هذا غازيل بوي خويو ديال أليكس بانتال، خاسر جوج ديال الكورسات وعنده غانيو وعاود راه درواتي يقدر ينافس على مقعد من الخمس الأوائل. بالنسبة للرقم ستة ويند اوف تشينج، هاد لونترينور دولوز كان ربح بزلي كورس هاد العود هذا في البيسا في الفيبر في الدوبيل وفي الشونتيلي، ولكن هاد العود تيدير الرملة تيدير البيسا في الفيفر بزاف، يقدر على ود لاكورد ديالو عود مال يقدر يبان يقدر ما يبانش. هاد العود هذا هادو هما خويو الاخوان اللي عندنا في البروميير شونس تقريبا، وتيبقاو لينا الاخوان ثلاثة ديال اللي شوفو اللي يقدر يطلع فيهم واحد، تنظن يقدر يطلع فيهم واحد. اول عود هو الرقم 12 فابريس فيغون، بيني ويستل، فيميلا حتى هي ممكن تبان، وطريز الخيول ديال شاكا براسينغ، خيول قطرية، صاحب هاد الخيول هو قطري، شاكا قطر راسينغ، شاد هاد فريدريك روسي حتى هي غادا تقلب على مقعد من الخمس الأوائل. وآخر عودة الإخوان هو كاماتشوب مونتوزي، هو لونترينور ميكايل بارزالونا، عود درواتي عود ديال البروفانس، عنده الدوفيل فلالين دروا رابحه، ممكن كاماتشوب ممكن في لاكورت ديالو لاكورت ويت ممكن يبلاصي هاد السايز هذا اوتسايدر ديال الكورسا. المهم الخوت نعاودو البرونوستيك، تنقولوا جوج ديال الخيول غيطلع فيهم واحد، اما الكات اما الست، واحد فيهم لا غير، الا بغيتو تخلصوا الخلاص المزيان. اللي غيلعب كات سات ولا جات كات سات راه ما كاين لا خلاص لا والو، كات سات تنظن واحد فيهم ضروري غيطلع فيهم واحد. في حال تما كنقولوا تيقولوا لي الاخوان الكات راه نو بارتو، يقدر لا كان الكات نو بارتو يقدر يجي السبع يقدر ما يجيش، حيت كان فيهم واحد ربما الكات هو اللي كان غيجي والسبعه ما كانش غيجي، ويقدر يجي السات، هذا لا يعني ان السات راه ما غاديش يجي. واحد فيهم ما تلاقيوهمش في لاباز، تاكد عليكم لاباز ما تلاقيوهاش، مور اكس ممكن تلاقيوها. دو الطروا واحد فيهم اوبليغاتوار، جوج عودات غيطلع فيهم واحد، يا اما ادمانيون يا اما هاردوين، واحد فيهم خصو يطلع. دو كان خسر مع تنظن مع الكات في الكانتي، بجوج الخيول اللي دايرين الكانتي هي دو كات، دو كان دار 7 ايام في الشونتيلي، وكان عند وكان في 1600 وكان غادي يدخل هذا العود، ولكن انهزم في 300 متر، ممكن ديك 300 متر تساعدو، ممكن دو يطلع ممكن طروا يطلع، واحد في دو طروا وواحد في كات سات وديس على باز ديس. الخيول ديال بيرتوليني عنده ديس دو، تنضل العشرة واللي ممكن ينافسهم ينافس الفافوري. والخمسة والستة تنفضل الخمسة بنسبة كبيرة والستة تنفضل بنسبة قليلة. الخيول اللي بقات لينا هي دوز تري سايز، واحد فيهم ضروري واحد فيهم اما الدوز اما تريز السايز. المهم الاخوان اللي دار واحد الميثود ودار واحد العملية غيخرج بالنتيجة، يقسم دو طروا ويقسم كات سات ويدير معهم العشرة، وغيلعب ما بين الخمسة والستة واحد فيهم او تاني، وغيمشي عند الدوز والتريز والسايز، وممكن تكون الربحة عنده. وكنتمنى لكم كل التوفيق الاخوان. كما كتشوفوا الجيني كورس كات سات هي لاباز عندهم في لي فافوري، ما تحطوش لاباز وانما لي فافوري عندهم كات سات، غالبا ما كيجيوش بجوج، غالبا بحال اليوم عاطين ثلاثة الخيل جوج 6 11 جا فيهم واحد، هو السيس البارح طروا 5 جا فيهم واحد، وديما تقريبا ديما شونس سيكون شونس طروا 10 8 6 2 13 والاوتسايدر 12 1 والكنز والسايز والسان كنا في الأونز والكتورز. هذه يا أخوتي هي البرونوستيك اللي عندي، وغادي نشوفوا البرومير هونديكاب اللي كيجيبوا فيهم ضروري الإخوان، ضروري كيجيبوا فيهم الخيول. برومير هونديكاب كاين الآه والطروا والسايز، ضروري عود الآه عنده لاكورد كبيرة هربت منه ما نقدرش نلعب الآه، ولكن كتبقى ليا طروا سايز اتونسيون. لي بينين اللي عن الفرياسيون دو بوا كاين 9 15 زايدين 3 كيلو والكنز 2 كيلو.
ال11 ناقص ليه والدوز والسانك والكاتورز. هادشي اللي كاين الاخوان، وتحياتي لكم ومع السلامة، وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا الفيديو ديال الكانتي ديال العشية ان شاء الله، رانا غادي نلوحوا في اليوتيوب. مع السلامة.